الأسماء اللي رانا جبناها يعني يعني السعر هو يساوي ربع تقريبا أسعار اللي يعملوا بها في دول أخرى، حتى في دول جيراننا أسعارهم تختلف زيادة على هذا. بالإضافة لهذا أنا معاملتهم مع التلفزيون الجزائري ومع الإذاعة الجزائرية ومع العمل هذا يعني تقريبا كل حاجة تأخذ بدون مقابل، يعني داخل ضمن العقد، ففيه مساعدة ومساهمة من الناس هذو. ونظن أنا مهم يعني حتى ولما تكلم عن النجوم العربية، أنت تكلمت على شيرين وتكلمت على محمد عبدو ونزيد لك حسين الجسمي، إذا كان حبيت نزيد نقول لك عبد الله رويشد، في أسماء ولكن لازمك مقابل الأسماء إمكانيات. نقول الجمعيات، احنا مرجعنا ما هو يدور في العالم، جرش، قرطاج، بعلبك، حتى من مراجعهم ما وراء البحر هم يعملوا في الأماكن الأثرية داخل الأماكن الأثرية. إذن خلي الجمعيات تقول ما شاءت، يعني من الجمعيات لما نقول لك ما تعملش هذا الشيء هذا، نقول لك لما تعمل شيء هذا ها واش لازم تعمل، ماهوش فقط اننا نخلق من هذا المعلم الثقافية مقابر ونبقى بلاك 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 وحابسين.